ينضم إلينا مشاهدينا من العاصمة الأردنية عمان دكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، مرحبا بك معنا. يعني نحن نتحدث عن رأس الدولة، عدد من الشخصيات الهامة في نفس الطائرة، طائرة تحطمت واحترقت بالكامل. كيف تبعت أو ما تبعات ما جرى على الداخل الإيراني والخارج أيضا؟ صباح الخير لك وللمشاهدين. حقيقة أن الحادث الذي تعرضت له طائرة الرئيس الإيراني و يعني ورود الأخبار المؤكدة على أنها احترقت وقتل جميع من فيها شكل صدمة للداخل الإيراني بالذات، على اعتبار أن رئيسي هو من القادة الإيرانيين المرموقين والذين لهم يعني بصمات قوية في امتداد الحكم في جمهورية إيران الإسلامية، إضافة إلى أنه كان أحد المرشحين لخلافة علي أكبر، لخلافة خامنئي. وأعتقد أن ربما يعني هذه الأزمة الداخلية في إيران ستستمر طويلا، مع بعض الالتباسات حول طبيعة الحادث، ولكن طبيعة الأجواء والعواصف والأمطار التي يعني صاحبت الرحلة وطبيعة الأرض التي حاولت الطائرة الهبوط عليها يعني تنفي أن يكون هنالك نوع من المؤامرة. النقطة الأخرى أيضا أن الوفد المرافق هو وفد عالي المستوى، مما يدل على أن الزيارة كانت أيضا مهمة جدا. كان هنالك يعني مواضيع للبحث على مستوى عالي، وطبعا هذا يؤكد حتى أن رئيس أذربيجان قد تحدث بأن العلاقات قوية جدا ما بين إيران وما بين أذربيجان، وأن لا يمكن أن يكون هنالك ما يمكن أن يؤثر على هذه العلاقات أو أن يشوبها أي نوع من التضليل أو نوع من الاتهامية، لأننا ودعناه وداعا يعني فيه نوع من الودية الكبيرة جدا، وحتى قال أننا نعتبر أن جمهورية إيران جارة وصديقة وحتى وقال ودولة شقيقة. وطبعا يعني معظم السكان الأذريين هم من يعني التابعين للمذهب الشيعي، وأيضا يعني معظمهم وإن لم يكن جميعهم يعني من تنتمي للعرق الإيراني أو التركي، وبالتالي هنالك علاقات وطيدة ما بينهما. لكن ما زال الغموض يلف هذه الحادثة، والتحقيقات ربما ستكشف في المستقبل القريب عن سبب الحادث، وهذا يعني شيء لابد أن يتم التحقيق لمعرفة السبب الرئيسي لهذا الحادث. وطبعا الأعداد التي يعني كانت على الطائرة حسب ما يعني قرأت لهم 9 6 من الشخصيات على رأسهم الرئيس الإيراني و3 من طاقم الطائرة. وطبعا يعني السؤال هنا، هذه الطائرة هي من الطائرات الأمريكية يعني القديمة، وبالتالي تم تطويرها من قبل قوات التصنيع الجوي الإيرانية، ولكن السؤال يعني هو الآن يعني بعد هذا التصنيع الذي تقوم بالصناعات الفضائية الإيرانية، يعني لا يوجد لديهم كثير من الطائرات الجديدة، خاصة طائرات الهليكوبترز أو طائرات. هذا سؤال غريب فعلا ومطروح، وطائرة خاصة بالرئيس، ألا تكون هذه الطائرة مجهزة أمنيا، مجهزة تكنولوجيا؟ وسؤال آخر أيضا أمنيا بالنسبة للتأمين، هل من المتعارف عليه أن يكون هذا العدد الكبير من المسؤولين في طائرة واحدة؟ يعني عادة يعني هذا يعني سؤال مهم جدا، وأنا أستغرب ذلك. عادة عندما تقوم وفود بهذا المستوى
إن لم يكونوا طائرتين فأقل يعني فقد تكون ثلاثة طائرات، لأن أول شيء يجب أن ينظر يعني المصممون العسكريين لهذه الرحلة، وخاصة الرئيس ووزير الخارجية وأيضا حوالي أربعة معهم من ذوي الرتب العالية سياسيا وأمنيا، كان لابد أن يكون هنالك تخطيط آخر، ولكن هناك ما يثير يعني الشك والقلق. كل الصناعات التي كنا نسمع عنها في إيران ما زالت لم تعطي صورة واضحة عندما يتم استخدام هذه الطائرة من قبل رئيس الجمهورية. إذن هذا يدل على أن القدرة التصنيعية لبعض القطع التي كان يمتلكها الشاه إيران منذ زمن طويل وتم التعديل عليها، أعتقد أن هنالك دول لها علاقات وطيدة مع إيران كان يمكن أن تشتري منها طائرات جديدة ذات قدرة يعني تقنية عالية اتصالات. ربما يسأل في هذا رأس الدولة العقل المدبر لكل ما يحدث، ألا يضع فيها الاعتبار أنه بحاجة إلى طائرات منها من طراز معين، هذه الطائرات يحتاجوها، وخصوصا أن هذه المنطقة منطقة بها تضاريس حالة جوية سيئة. والسؤال الآخر أيضا، هل يتم السماح لطائرة الرئيس بالإقلاع في ظل هذه الظروف السيئة، وهو من المعروف أن تنقطع الاتصالات بالطائرة في منطقة معينة على هذا الطريق؟ يعني هو كان هذا هو السؤال المهم، كيف سمح للطائرة يعني بأن تقلع بهذه الظروف؟ يعني ألا يوجد يعني في هنالك يعني استخدام لي، وأنا أعرف حتى الطائرات المدنية عندما تقلع يعني يكونوا قد درسوا حالة الطقس خلال الرحلة كاملة، وبالتالي طبعا. عندما تكون على متن أي طائرة يخبرك الطيار بأننا بعد مدة سنمر بمطبات هوائية وكذا وكذا، لأنه هو يعلم والاتصال معه مستمر. فإذا كانت هذه الطائرات المدنية العادية التي تحمل الركاب لديها خطة طيران ومسير طيران معروف ومعلوم، ومعلوم أيضا طبيعة الأحوال الجوية، فمن باب أولى أن تكون الطائرة التي يستقلها رئيس دولة بحجم إيران وبحجم الرئيس إبراهيم رئيسي، أعتقد أن كان لابد أن يكون هنالك اهتمام أكثر. لكن يبدو أن الأمور قد تخرج عادة مرة يعني عن النوع من الضبط الأمني في كثير من الأحيان إذا كان هنالك حالة اضطرارية لأن تتم هذه الرحلة. هنا السؤال، ما هي الحالة الاضطرارية التي يجب أن تتم بها هذه الرحلة حتى تم تجاوز إن كان هنالك تحذيرات حول طبيعة الطقس المرافق لهذه الرحلة؟